بكر الوكر اللي يحتل المركز الثاني، شعار هجن الشحانية ينطلق بالمركز الثاني ويضمره المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثالث تقدم من متروك لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، يضمره الشاعر فهد بن سالم المسعود. من الجانب الآخر تسلل وانطلاق يحمل الرقم 5 الشارد، الشارد لهجن الشحانية عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وأختم النداء عندي اللي يحمل الرقم 7، يحمل الرقم 7 لهجن الشحانية ويضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي واسماء البصير. هذه أسماءنا، هذه أسماءنا الخمسة على حضراتكم، أسماء القعدان، هذه الانطلاقة المميزة، هذه زمول الناموس وفحول المستقبل بإذن الله تعالى. هذه الأسماء المنطلقة المندفعة. طبعا مسافة 8 كيلومترات هي المسافة دائما مع هذا السن، سن الثنايا، ولكن بداية الموسم كالعادة طبعا الاستعداد والتجهيز يبدأ من مرحلة 5 كيلومترات، بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى مرحلة 6 كيلومترات، بعدها إلى 8 كيلومترات، وتكون هذه السبق المعروفات فيها تم استعدادها إن شاء الله لخوض موسم مليء بالذهب. نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق لكل المشاركين من إخواننا، نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى التوفيق أيضا لكل من حضر، لكل من حضر ومن شارك ومن تابع هذه الرياضة، من تابعها أيضا، هذه الرياضة الغالية حقيقة على قلوبنا، هذه الرياضة العربية الأصيلة. وهنا في ميدان الشحانية وفي دولة قطر تحظى هذه الرياضة برعاية خاصة من سمو سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، دعم لا محدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة، دعم لا محدود لهذه الرياضة وإنجاحها. ويعتبر ميدان الشحانية من أفضل وأقوى ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث التنظيم الرائع، من حيث الجوائز العينية والنقدية التي ترصد دائما في كل عام لإنجاح هذه الرياضة العربية الأصيلة. عودة إلى المركز الأول، إلى مجريات الشوط، إلى مجريات الشوط وإلى المركز الأول. هذا هو مبعد على المركز الأول، مبعد في الصدارة، يضمر مبعد سلطان الوهيبي وشعار هجن الشحانية. المركز الثاني، المركز الثاني، الوكر على المركز الثاني، الوكر على المركز الثاني، هذا الوكر الهجن الشحانية يضمر محمد بن خالد العطية، من قدم في الشوط الرئيسي الأول وحصل على الناموس من خلال تقديمه لدهان في الشوط الأول واحتل المركز الأول. المركز الثالث، نشوف المركز الثالث العابر المنطلق المتجاوز، هذا هو الحوت، الحوت رقم 11 مع هجن الشحانية، يقدم أسماء مميزة محمد بن خالد حقيقة، أسماء مميزة يقدمها الحوت والوكر، وأيضا أسماء مميزة يقدمها هذا المضمر المشاغب، مشاغب المضمرين كما أطلق عليه، يشاغب دائما محمد بن خالد العطية من خلال ما يقدم من منافسة شيقة في رياضة سباقات الهجن مع هذا الشعار الأدعم الكبير. المركز الرابع، المركز الرابع مناور على المركز الرابع، الهجن الشحانية ضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، ولع الشوط، ولع الشوط، ولع الشوط. البصير يحتل المركز الخامس لهجن الشحانية عند سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. خلاص خلاص، ختمنا النداء، ختمنا النداء يا محمد يا بن خالد، خلاص الموقف هنا يبغي له تخطيط، يبغي له تخطيط. هناك المركز الأول، هذا هو مبعد، مبعد 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 مبعد، ولكن الخطر، الخطر مع الوكر، الوكر خطير،
الوكر خطير، وهذا هو الوكر على المركز الثاني، وهذا مبعد بالمركز الأول. المنافسة الحقيقية، المنافسة من أجل الناموس، والشعار شعار هجن الشحانية اختلاف المضمرين. المشاغب محمد بن خالد العطية، العملاق سلطان الوهيبي، مضمر الجزيرة، الأسطورة النادرة، هنا سلطان الوهيبي أيضا في هذا الشوط. والمركز الثالث، المركز الثالث يا سلام، مناور قادم، مناور مناور مناور، سيلتهم المركز الأول، سيلتهم المركز الأول. شوفوا مناور، شوفوا مناور يا سلام على المركز الثالث، ولكن المركز الأول الوكر الوكر الوكر، اللحظات الأخيرة يا سلام يا سلام، الوكر الوكر على المركز الأول. محمد بن خالد العطية يقوده، ولكن هنا مناور، مناور يناور ويحاول، اللحظات الحاسمة، ولكن ختمها محمد بن خالد العطية، فاز مع الوكر بشعار هجن الشحانية تانين والناموس على انتزاع الوكر نقطة هذا الشوط. المركز الثاني مناور لهجن الشحانية، المركز الثالث مبعد لهجن الشحانية، المركز الرابع ناصي لهجن الشحانية، والمركز الخامس يصل الحوت في المركز الخامس لهجن الشحانية عند محمد بن خالد العطية. إذن هذا هو ما دار في هذا الشوط من منافسة شيقة وممتعة. شاهدنا هذه الأسماء العملاقة تشارك، وشاهدنا هذه المنافسة الجميلة والجيدة من خلال المناورة من أجل الناموس. انتزع في اللحظات الأخيرة الوكر ناموس هذا الشوط بشعار هجن الشحانية، قاده محمد بن خالد العطية. التوقيت الزمني لحظة وصول الوكر إلى خط النهاية. واحد واربعين جزء من الثانية، 14 ثانية، 8 دقائق هو التوقيت اللي سجل مع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر محمد بن خالد العطية من قاد الوكر بكل ثقة إلى خط النهاية. احتل المركز الثاني مناور لهجن الشحانية عند سلطان محمد بن سالم الوهيبي. التوقيت الزمني 8 دقائق 14 ثانية، 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية أيضا. والمركز الثالث مبعد، احتل المركز الثالث، قاده سلطان الوهيبي بشعار هجن الشحانية. توقيتها الزمني 8 دقائق 18 ثانية، 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.